سبب هزيمه المنتخب امام تونس غياب لاعبي النادي الاهلي فيتوريا اتحاد الكره. فيتوريا واتحاد الكره. افضل مدرب للمنتخب منذ رحيل حسن شحاته. ما انا مش شايفه. مين؟ كوبر حبيبك، كيروش ولا واحد، ولا حبيبك واحد. برادلي ولا واحد، ولا واحد، ولا واحد. واخواته حطوا كمان عليهم اجير. احسن الوحشين كوبر عشان وصلنا كاس عالم. تمام. افضل صفقه للمصري هذا الموسم. احنا قلنا يا جدعان باهر ولا ولا فخر الدين ولا محمود حماده. محمود حماده انضم كمان. هو الله اعلم هيعملوا ايه، بس انا اللي انا حاسس بيه وعارف ان ده لازم يلعب منتخب مصر كمان مع اللعيبه اللي هي قلت لك عليها. باهر المحمدي لان عنده الروح قياده. لا الروح. عينه كويسه، ما بترقصش كتير، قوي، كل حاجه فيه كويسه بصراحه. يعني لازم افضل صفقه لل وبعدين ده يلعب كمان باك رايت، خلي بالك. اما بيلعب باك رايت وبيلعب مساك. افضل صفقه للاهلي هذا الموسم رضا سليم، امام عاشور، مودست. لا امام طبعا. امام انا ما شفتش الاثنين التانيين. اوكي اما نشوفهم بقى نبقى نحكم عليه، بس هو الواضح لي انا هو امام، لان إمام انا لا اعرف رضا سليم ولا اعرف مودست. لاعب كنت تتمنى استمراره مع الاهلي؟ عمار، علي لطفي، محمد شريف. محمد شريف. لاعب كنت تتمنى مشاركته مع الزمالك امام سولار؟ فتوح ولا زيزو ولا عواد؟ عواد. عواد. عواد بالمناسبه كابتن رضا جاي له عرض كبير جدا من احد الانديه الخليجيه، وطبعا هو ليه مستحقات متاخره واصله لحوالي 15 مليون جنيه او اكتر كمان، وطلب اكتر من مره ان هو يعني يتم صرف او جدوله المستحقات في الوقت اللي تم صرف مستحقات زيزو. زيزو لسه واخد 8 مليون جنيه اللي هي من مستحقاته. نفس الامر بالنسبه لفتوح. شايف ان عواد ممكن يمشي في يناير، ممكن يمشي. ده اكتر لعيب اتظلم في نادي الزمالك. نعم ده اكتر لعيب اتظلم في نادي الزمالك فعلا. طبعا، لان انت جبت عليه لعيب او حارس مرمى اقل منه بكتير صبحي، واديته الثقه ولعبته عليه، وهو جايب لك دوري وكاس. عشان كده ربنا ما بيحبش الظلم. عشان كده كل الماتشات اللي خسرها نادي الزمالك السنه دي طرفها محمد صبحي.